السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف مع بعض على طريقة عمل حلويات دايت. دي حلوى دايت ما فيهاش اي سكريات ولا اي دهون، وهنعرف مع بعض ازاي نعملها النهارده. بس لو عجبكم الفيديو لايك وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، ولو عايزين طريقة حلويات تاني اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله انزل لكم طريقة تانية. مبدئيا كده لو حابين تتابعوا الفيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة علشان يوصلكم جديد الفيديوهات. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجة دول 3 صوابع موز، شوية فراولة حوالي 100 جرام، ودي معلقة كبيرة جيلاتين، ده فنجان صغير مية دافية. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بالمناسبة ده سكر دايت، ممكن تجيبوا سكر دايت او سكر فواكه لانه ده نسبة السكريات فيه اقل جدا من السكر العادي، يفضل يعني ان انتوا تستخدموا سكر دايت. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكوباية دي ونحط فيها الموز، نقطعه الطريقة دي كده. طبعا انتوا ممكن تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها يعني، بس انا بوريكم كمية قليلة. وهنحط مع الموز الفراولة، الموز مع الفراولة بيبقى طعمه تحفة تحفة بجد يعني. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنحط المية، شوية مية دافية اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط عليها نص معلقة جيلاتين، ده جيلاتين نباتي بيتباع عند محل مستلزمات الحلويات، ده اللي هو بيتحط على الترط. هنقلبه كويس لحد ما يدوب في المية. المية دي دافية على فكرة. وبعد ما بيدوب في المية بنحطه على اهو، بنحطه على الموز والفراولة. وبعد كده هنجيب السكر، طبعا تحطي السكر زي ما انت عايزة، الكمية اللي انت عايزاها. المعلقة بتاعت السكر دي بتعادل معلقتين شاي، يعني كأنك بتحطي معلقتين شاي من السكر. وبعد ما بنحط السكر بنضربه في الخلاط، هنضرب الخليط ده كله كده في الخلاط. وادي بعد ما ضربناه في الخلاط اهو شايفين عامل ازاي، بيطلع سميك، وده لانه فيه جيلاتين. انا جايبه البتاعه دي ليه؟ اللي هي بتاعه الكب كيك، علشان بس احط فيه الكوبايه كده تبقى مايله، علشان احطه بنص الكوبايه منظر كده يعني. بس عادي ممكن ندلق على طول كده، نعمل نص الكوبايه من تحت وخلاص. وبعد كده بنفضي فيه الكوبايات، هنفضي الجيلاتين في سوري، هنفضي العصير ده اللي احنا عملناه في الكوبايات كده، نص الكوبايه اهو بالطريقة دي كده، والكوباية التانية كمان. احنا بعد ما بنفضيه المفروض ان احنا هنحطه في التلاجة، نسيبه يجمد شوية يعني زي نص ساعة كده، نسيبه يجمد شوية الجزء ده، لان احنا هنعمل جزء تاني ليه اهو بالطريقة دي كده زي ما احنا شايفين. طيب طبعا ممكن نعمل كوبايات تانية صغيرة، شايفين الكمية اللي انا عملتها هي كفت تقريبا 5 كوبايات على فكرة اهو بالطريقة دي كده. نحط يعني نفضي كده على طول نص الكوباية بس، والنص التاني اللي من فوق نحط فيه الكمية التانية اللي هنعملها دلوقتي. وطبعا هنحط الجزء ده برضو في الفريزر لمدة نص ساعة لحد ما يجمد شوية. طيب الجزء التاني بقى هنجيب ايه؟ جبنة قريش، الحتة دي تقريبا 150 جرام جبنة قريش، وده كاكاو، كاكاو غير محلى يعني. وممكن نجيب شوكولاتة دايت بدل الكاكاو ونحطها عليه. وده باقي الجيلاتين، ده نص معلقة جيلاتين. وهنجيب نص فنجان مية كبير، والسكر طبعا سكر دايت. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الجيلاتين على المية ونقلبه كويس علشان يدوب فيه المية، وزي ما قلنا المية دافية اهو، هنقلبه كده بالطريقة دي.
لحد ما بيدوب في الميه. الجيلاتين ده بنستخدمه ليه؟ لانه الجيلاتين بيدي قوام للحاجه، بيخليها ماسكه، وكمان بيديها طعم حلو على فكره. يعني انتوا هتدوقوا وتجربوا يعني. طيب هنجيب الكوبايه برضو نحط فيها الجبنه، وهنحط عليها الكاكاو. طبعا هنقطع الجبنة كده حتت. بالمناسبة احنا هنضربها في الخلاط برضو، بس ايه، احنا نقطعها كده حتت كبيرة علشان تتضرب بسرعة في الخلاط. وهنحط الكاكاو، معلقة كبيرة كاكاو او حسب ما انت عايزة. يعني الكاكاو هيدي طعم الشوكولاتة على فكرة. وبعد كده بنحط السكر، طبعا كمية السكر اللي احنا عايزينها، زي ما قلت المعلقة بتعادل معلقتين سكر صغير. وبعد كده هنحط المية وفيها الجيلاتين، وبعد كده المفروض ان احنا هنضربه في الخلاط اهو كده. نخلي بس المية تدخل فيه وبعدين هنضربه في الخلاط. ادي بعد ما ضربناه في الخلاط، على فكرة لو دقتوه هتلاقوا بجد طعم الجبنة القريش مع الكاكاو، يعني حاجة جامدة جدا، اول مرة ادوقها على فكرة يعني، فعجبتني. بعد كده هنحطه بقى على الكوبايات زي ما انتوا شايفين. بنحط الجزء الثاني بعد ما يكون الجزء الاولاني جمد اهو كده. بنملأ الكوبايات كلها زي ما قلت لكم، ده كفى 5 كوبايات. وطعمه صحي، والجميل بقى انه بيشبع. مجرد بس ما تاكلوا كوباية واحدة بس منه، بجد هتحسوا بشبع فظيع، اللي هو مش عايزين تاكلوا اي حاجة تانية بعد كده يعني. طبعا انتم ممكن تزينوه، ادي شكله اهو. ممكن نحط عليه فراولة، او نحط عليه شوكولاتة من فوق، او نحط عليه مكسرات زي ما انتم عايزين يعني. طبعا ادي باقي الكوبايات بنملاها برضو بنفس الطريقة. على فكرة انا كان اول مرة اجربها، ولما لقيت طعمها حلو وصحية قلت اقول لكم عليها، لان دي وصفة اجنبية يعني. انا شفت اجانب كتير بيعملوها من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في الدايت. ادي زي ما احنا شايفين دي النتيجة النهائية. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي. وما تنسوش لايك وشير للفيديو علشان صحابكم يستفيدوا زيكم. ولو حابين تتابعوا الفيديوهات الجاية اشتركوا في القناة علشان يوصلكم جديد الفيديوهات. اقابلكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.